المجلس ما زال يشتق انسجام الاجماع ربما في مجالس اخرى طالب كراسه الاجتماع، ولكن الانسجام والاجماع ما جاش عبث، جا بشروط، جا بتجربه فتيه انه المغرب بعد تعديل الدستور ووضع منظومه قانونيه تتبع الجامعات المحليه خصوصا مجلس الامانات، اقر بانه هناك مرحله انتقاليه ثلاث سنوات متتاليه. احنا العمر ديالنا العملي ثلاث سنين، ثلاث سنوات كنا ندبروها في مرحله انتقاليه لا على حسب الاختصاصات، اذا كانت مراسيم تنظيميه خاصها تكون في خطه العمل ولا في الممارسه، ولكن اليوم منين كنشوف الانسجام واختلاف المقاربات عادي جدا، هذا كبير لانه مجلس حي، مجلس قوي الافكاري، مجلس ما كيجيش يزيد فيه المشكله، مجلس كيناقش بشكل مسؤول وحر، كيقترح، عنده افكار، عنده رؤيه، عنده حتى هو تصور. انا ما بغيتش ندخل في السياق مرحله، ما كنبغيش نكبروا المجلس، ولكن شهاده حقيقيه تبقى في التاريخ، ربما نرجعوا ولا ما نرجعوش. ولكن اليوم في سياق ما اوجد في سنتين في مقاربه تشاركيه حقيقيه، ماشي ديال مكياج، في مقاربه التقائيه بين جميع القطاعات سواء مجلس المنتخب او مسألة خارجيه، حققنا واحد الجوج واتفقنا على واحد التعاقد مع صاحب المشاريع، ولكن كانت ربما في مصاريف اخر ما غاديش بالايقاع اللي ممكن تسير به اقليم صغيره التمارين، تسير به ايقاع موازع على المستوى الجهوي، نقطعوا الشاطئ من اسواق السيره والتمارين ونشوفوا مدينه القبار. ونجيو لخدمتنا ها هي المزنقه حتى هي، نشوفوا المحمديه ونشوفوا بمعنى اليوم هذا السياق تمارا سياق حاكم على انها مدينه لا بد ان تنهض ولا بد ان تكون كما سميتي قبل ولاده جمهوريه حقيقيه. هذا الشيء جا بكل صراحه وبكل شهاده باراده حقيقيه في شخص العام الاول على الصوره مع باقي الشركاء ومجلس المنتخبات اللي حتى هو جزء من هذا الشيء، حيت لو كاين نقاش كيبدا في الساحه يجي يسمع العلاقات يبغي يكون هذا الشيء وكذا، هذا بالنسبه لي نقاش شاد شارك غير مسؤول، واللي كيبداو هذا الشيء ما فهمش، لانه اليوم مجهود تنموي في البلاد الا ما كانش مجهود جامعي يكون الشيء واحد، جامعه تمارا من جامعه كبرى في في ميزانية تقريبا 19 مليار، فاعل واحد الوقت بمليار 900 مليون مليار وشي حاجة، واش ممكن كجماعة بموارد بفاعل بهذا الشيء اللي كاين بوحدها غتحقق تنمية في إقليم في مدينة في مشاكل الصافي والبنية التحتية والمساحة الخضراء؟ ميمكنش. خليك الجماعة الأخرى كتحقق 200 مليون 300 مليار ما يمكنش، ولكن تجمع المجهود المالي كامل في اطار واحد الشركه في مقاربه تشاركيه حقيقيه، وكل مجالس اقترحات وعطات مضمون لمشاريع تنمويه عندها الباكس ديالها ديال الديفلوبمون في الواقع في تأييد ورسمات الاولويات ديالها في تأييد البنيه التحتيه اولا ثم جوده الحياه للمواطن في المساحات الخضراء وغيرها، وبانها تخلق واحد الحياه اقتصاديه بليزون اندستريال وغيرها، ممكن نديرو شي حاجه كامله. لهذا اليوم الصعوبات المحليه مع المجلس المنتخب ماشي منافس، ماشي خاص هو جا دور حتى مشرع من عقل اختصاصات المجالس نضرب المنطق النص اختصاصات ذاتيه ومشتركه ومنقوله بمعنى المقاربة التشاركية أتيحت للمجالس أنها تنفتح. اليوم مجالس المنتخبات مع السلطات الترابية وحدوا المجهود وحدوا الهدف واحد هو التنمية.
هادشي كاع هادشي يسالي الخلاصه يعني اليوم جريمه غير صغيره في شركه ديال التنميه والتهيئه ديال صغيره نموذج لنا حقا لنا ان نفتخر به وان نسوقه بانه يريد يكون التقائيه والمقاربه التشرفيه الحقيقيه ممكنه اننا نحقق هدف واحد في شباك التنموي والمجهود التنموي راه ماشي مجهود ممتد على الزمن السياسي انتخابين ولا ما جلسه من 5 سنين ويمشي ويجي ولا ما يجيش ولكن الزمن التنموي فهو زمن ممتد مع هذا المجلس ماشي مع هذا المجلس مع هذا الرئيس بشخصية آمن أعضاء المجلس راه غيمشي ويجي واحد منهم غير ولكن الزمن التنموي هو ممتد راه هادشي خصنا نفكروا فيه وحتى النموذج التنموي الآلي والنقاش من جلالة في الخطاب السامي شنو قال؟ النموذج التنموي السابق بلغ مداه خصنا نفكروا في أفق جديد بمعنى خصنا نفكروا بعقلية عقلية مستدامة ماشي حدا رجلينا لا لا 5 سنين بلاتي نشوف لا وهذا ما خرج هادشي ما خرج على البلاد الهضر الزمن التنموي هذه العقليات اللي كتربط ديفلوبمون للتنميه في البلاد في مدى قصير بحسابات ضيقه الحمد لله هذا الشيء اليوم بين مداخل شهور تجربه واش انا المداخله الفقره الاخيره اللي نختم بها كان عندي بعض الملاحظات ولا بعض الامور اللي بغيت نطرح السيد المدير الشركه وكنت كنت طرحناهم في الدور ديال الجامعة التجارة وبعض الأمور اللي هي كده معقدة ديال السيد المدير في إطار أشغال ديال الشركة في إطار التجويد في إطار ربما إطار المعلومة عندي ملاحظة في أشغال اللي وقع الآن بشركة الموزيات في المسيرة جوج المسيرة جوج الآن من هذه الأشغال كان عندي ثلاثة المداخل في المقاطعة الرابعة طارق وشارع المسيرة اللي حمال أهلاك وعندنا السوق القديم عبر البار شارع الدمعي الان هاد الاشغال ما عندوش جميع الفريق اما الناس يدخلوا مع المقاطعه الرابعه ولا يمشوا الشارع اللي كاملين دابا اللي كيتصايب المنفذ ديال السنسينا ولا الاهداف ما بقاش يعني اللي خصو يفكر في المسير يخرج باش يجربها خصو يدخل الدوره تيران المقاطعه الرابعه ولا يمشي تا السوق القديم نظن هذاك المنفذ ديال حلم الاهداف خصو نفكروا فيه باش تيسير السين الجوالي الاكثر لانه مسير جد جد واحد الكونسيبت للاسف يواجه هذه العمارات بسم الله كيفاش الناس تخرج من الشيء تاع قناه شخصيا هذا غير الامور اللي ممكن تصور اشغال الواقع الان في الروار ناحيه اشغال كتكون بها رضا دابا كاين مجموعه ديال الاصدقاء اللي الناس كملات رضا الاشغال ديالها وخلات داك الشيء ما قدتوش يعني على الاقل تطور ترجعوا داك الشيء ديال ديش كذا كاين في العرب كاين بانه مشروع ديال التسفيف كودي وكذا جاي ولكن على الاقل مؤقتا يكون كاين امر اخر شغال وقع في عمر بن الخطاب شغال شارع جيد بالاناره والامور ديالو جيد ولكن الاشكال اللي رجع بانه اصحاب الاكسبلوطاسيون ديال الملك العمومي راجع شغل خالده وشغل كذا الشيء كامل رجع يعني اليوم حتى داك الشيء ممرات الراجلي جبارية الشارع كذا بحال بغاو يكرسوا واحد الواقع صايبتو نتوما حتى حنا داكشي راه عندنا اللي غنديرو هذا ما يمكنش شارع تخصص عليه الماير وسط سميتو عندي امر اخر شي ديال السقي ديال الغاز والشارع في الظهر ولا بتاعها جميل جدا مساحة خضراء وغزالة جمالية قضية السقي دابا ربما كيسقوا كلشي بعيدة بعض الامور اللي بعيدة كنسقيو بالكيلوات رغم انه الممر الشارع الكبير ديال هرمان كان بشرط الاظهر عشان ممكن يعرفون باش يحطوا سماسيون ديال الماء وهذه ملاحظه كتزيد حتى المجلس السياسي المسلم لعبة الاوار كاين امر اخر نختم به هو شارع محمد السادس في جهه هرمان المساحه الخضراء كاينه على ساق كانت ممكن تكون داك الشيء شويه الغاز وكذا بقى داك الشيء ما داش احسن الجماليه دار في الشوارع الاخرى وبقات ما داش حتى هو مصدر بانه يكون وهذه تجربه هذه بعض الملاحظات في اطار الجهود في اطار التقريب نسال الله ان توفق الجميع جميع الاخوان في القاعه. شكرا.
أخيرا دعوة الإخوان واللي يتمرن منا شي حاجة مسامحة أو جميع التوفيق. الله يعاونكم.